السلطات المصرية تقرر تشريح جثمان الفنان السوري القدير حاتم علي وتصدم الجميع بهذا القرار. قررت النيابة العامة في مصر تشريح جثمان المخرج والفنان السوري القدير حاتم علي والذي وافته المنية الثلاثاء داخل إحدى فنادق مصر. وجاء قرار النيابة العامة لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت من الطب الشرعي موافاتها بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، فيما رفض عدد من أسرة الفنان السوري الراحل تشريح جثمانهم خلال وجودهم بمشرحة زيانهم جنوب القاهرة، مؤكدين أن الوفاة طبيعية بحسب تصريحات صحفية. وحضر معاينة جثة الفنان الراحل نجله وعدد من الفنانين من بينهم الفنان جمال سليمان وسامر المصري. ورحل المخرج البارز عن عمر يناهز 58 عاما، فيما ذكرت وسائل إعلام أن وفاته جاءت نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، وكان آخر ظهور لحاتم علي ما نشرته الناقدة الفلسطينية علا الشيخ الثلاثاء، وهي صورة للمخرج الراحل عبر حسابه على موقع فيسبوك تزامنا مع إعلان وفاته. وكانت تلك الصورة من داخل فندق إقامته في منطقة الزمالك وسط العاصمة المصرية القاهرة. واتضح أن الصورة التي شاركتها علا الشيخ كانت قد نشرت بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، وأرفقتها بتعليق في أحلى من هيك صباح، وظهر فيها حاتم علي جالسا على كرسي ويتفحص هاتفه بينما كان منغمسا في العمل بحسب الصورة. ونعت علا الشيخ الفنان السوري القدير الراحل حاتم علي من خلال الصورة التي أعادت نشرها، حيث كتبت: ما كان فيه أحلى من هيك صباح، بس اليوم كتير سيء، مجادرة أصدق إنك رحلت، مجادرة كل ما حد مثلك من سوريا بروح، بيوجعني قلبي على سوريا أكتر. وكان المخرج حاتم علي متعدد المواهب، حيث كان فنان وكان يؤلف عدد من القصص وكان يؤلف عدد من المسرحيات، بالإضافة لموهبته كممثل ومخرج ومنتج، وأخرج أعمالا شهيرة شكلت علامة فارقة في الدراما العربية، أبرزها مسلسل الزير سالم وصلاح الدين الأيوبي والتغريبة الفلسطينية. كما كشف الفنان عابد فهد مفاجأة من العيار الثقيل عن وفاة الفنان حاتم علي ويطالب بمحاسبة المسؤولين. كشف الفنان عابد فهد عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للمخرج حاتم علي والذي رحل عن عالمنا أمس وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على الوسط الفني ومحب الفنان القدير الراحل حاتم علي. وقال عابد فهد في لقاء له تلفزيوني أن حاتم علي كان قد شعر بالتعب وطلب من إدارة الفندق الذي كان نزيل فيه طبيب لإسعافه، إلا أن هذا لم يحدث، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. وعبر عابد فهد عن غضبه قائلا: إن مثل هذه الأماكن لابد وأن تكون بها خدمات متوفرة، مستنكرا بطء الخدمة وتجاهل طلب صديقه الراحل. ورحل المخرج والفنان السوري القدير حاتم علي عن عالمنا قبل دقائق إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما، لينهي رحلته الفنية التي قدم فيها مجموعة من الأعمال التي شكلت علامة في تاريخ الفن العربي. وكان السيناريست عبد الرحيم كمال أول من أعلن الخبر الصادم ودون في حسابه الشخصي: لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا صديقي وحبيبي الفنان والأستاذ القدير حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي في أمان الله ورحمته حبيبي، من أحزن الأخبار والله ربنا يرحمك إن شاء الله. حاتم علي واحد من أهم المخرجين في الوطن العربي، قدم
أمام مجموعة من الأعمال الفنية التي أمتعت المشاهدين وحفرت علامة مهمة في تاريخ الدراما في الوطن العربي. بدأ حاتم علي حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركته في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة تتنوع بين الأدوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة، وله لوحات كوميدية مع الفنان السوري القدير ياسر العظمة. مع تطوره في العمل واكتسابه الخبرة وصل إلى مستوى يكاد أن يوصف فيه بالفنان الكامل، حيث عمل وراء الكاميرا وأمامها في أعمال ضخمة ربما زاع صيته بشكل أكبر كمخرج قدير. إلا أن حاتم علي عمل كممثل وكاتب ومخرج ومؤلف سوري، حيث بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ثم حصل على جائزة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق من قسم التمثيل في عام 1986، ليستكمل بعد ذلك مشواره الفني بمجموعة من الأدوار والأعمال التي قام بإخراجها وأمتعت عشاق الدراما. توجه حاتم علي إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، حيث قدم عددا كبيرا من التلفزيونية الروائية الطويلة وعددا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم، والذي يعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك الرباعية الأندلسية، وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال. أخرج حاتم علي العديد من المسلسلات التلفزيونية التي خطفت القلوب وتعلق بها المشاهدين، بينها مسلسلات مرايا والفصول الأربعة والتغريبة الفلسطينية والملك فاروق وصراع على الرمال، حجر جهنم وكأنهم بارح، إلى جانب مجموعة كبيرة من المسلسلات الدرامية التي حازت على إعجاب المشاهدين. لم يقف مشوار الفنان السوري الراحل حاتم علي الفني عند مجرد عمله كمخرج قدير نسج خيوط لأحداث بحرفية وبراعة شديدة، ولكنه كممثل أيضا قدم مجموعة من الأدوار الرائعة في عدد من الأعمال، منها أصوات خافتة، عصا الدمع، العراب، الرجل سين عام 2000، الحقد الأبيض، والمرايا، والذي جسد فيها أكثر من شخصية، إلى جانب الكثير من الأدوار التي برع في أدائها. قدم الفنان عابد فهد مع حاتم علي الكثير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا واسعا في الدراما العربية بشكل عام والسورية بشكل خاص، ومن أبرز الأعمال التي تشارك فيها مسلسل الزير سالم. وكان عابد فهد عبر عن حزنه الشديد لفراق حاتم علي، ودون في حسابه الشخصي على موقع التغريدات رسائل للمخرج القدير الراحل، كتب فيه: حاتم علي، رحمك الله، خسارة كبيرة وصدمة أكبر ورحيل مبكر، عزاءنا لعائلتك الكبيرة في سوريا ولزوجتك ولوالديك عمر وغالية، إرث كبير وأعمال خالدة.